شكرا للعمله ايها الاخوه المتابعون مشاهدينا الاعزاء في كل مكان. تتواصل منافسات اشواطنا اليوم الخاصه بسن الرداع حيث تنطلق في صبيحه هذا اليوم الاشواط النقديه 15 التي رصدت وخصصت لسن الرداع. إذن ينطلق هذا الشوط وتبدأ هذه المنافسة الشيقة وننطلق على بركة الله. أيها الإخوة المتابعون ينطلق هذا الشوط وتندفع هذه الأسماء معلنة بدء هذه الرحلة. الشوط التاسع ينطلق في هذه اللحظة شوط خصص لإليبكار وننطلق مع هذا أو هذه الشعارات المندفعة. أتابع المركز الأول أتابع الصدارة هذه الدوحة على المركز الأول سعود بن صالح بن حمد القمرة النابت على المركز الأول المتابعة حمد بن سالم بن جهويل يتابعها. المركز الثاني أحد أبناء السلطنة في المركز الثاني حمود بن محمد بن سالم الوهيبي مرافقا مخيفة على المركز الثاني وثالث المراكز. أحد أبناء دولة الإمارات أشقاؤنا في دولة الإمارات قادم من المرموم على المركز الثالث محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي شعارة على ظهر براقة في المركز الثالث. المركز الرابع رقم ثلاثة هذا من ضيوفنا من المملكة شقراء على المركز الرابع سعد بن محمد بن علي آل فهيدة المري. المركز الخامس يتواصل شعار أحمد بن علي بن سالم بن علي الكتبي مع العنود على المركز الخامس. هذه المراكز الخمسة المندفعة والمنطلقة المراكز الخمسة المندفعة في مسافة الستة كيلو مترات ووجود هذه الشعارات المميزة المنطلقة والمندفعة الباحثة عن الناموس في هذا اليوم في هذا المهرجان الغالي مهرجان الأمير الوالد الذي يشارك فيه أبناء الخليج. يتواجدون كل أبناء الخليج عندنا في ميدان الشحانية في دولة قطر يبحثون عن الناموس يبحثون عن تسجيل نقطة غالية وثمينة بهذا المهرجان الكبير والفريد من نوعه من ناحية الجوائز العينية والنقدية التي رصدت من لهذا المهرجان الكبير. اخواني المتابعين نشوف افضل توقيت عندنا اليوم افضل توقيت سجل في صباح هذا اليوم الشوط الخامس مع الحذر او شعاع اللي فازت بافضل توقيت. الشهنية الفائزة بأفضل توقيت لعامر بن علي بن عامر آل فهيدة المري 9 دقائق 32 ثانية 73 جزء من الثانية. هذه أفضل توقيت وعلى الهواء مباشرة تتابعونها. مخرجنا أحمد السادة يتابع هذا العرض عبر شاشة قناة الريان على الهواء مباشرة. إذا عودة بعد أن شاهدنا التوقيت المميز والأفضل حتى هذه اللحظة إلى المركز الأول مباشرة واللي بالمركز الأول في صدارة هذا الشوط هذه بكرة الوهيبي على المركز الأول. هذه مخيفة على المركز الأول انتصفت مسافة الشوط راحت ثلاثة وبقي ثلاثة. الله يوفق الإخوان المشاركين. الفترة المسائية إخواني كلها سيارات جوائز عينية قيمة رصدت في الفترة المسائية اليوم إن شاء الله. إذن هذه كما أسلفت مخيفة على المركز الأول حمود بن محمد بن سالم الوهيبي تحتل المركز الأول. المركز الثاني هذه راية سلطان بن حمودة بالزفنة الحرسوسي على المركز الثاني أول نداء لها راهية. المركز الثالث
شقرة على المركز الثالث، سعد بن محمد بن علي آل فهيده المري على المركز الثالث، وشعار صعب المضمرين يصل بالمركز الرابع، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي مع وجودي براقة على المركز الرابع، وشعار بن قمرة مع الدوحة على المركز الخامس، سعود بن صالح بن حمد القمرة النابت على خامس المراكز، الشعار الكبير. هذه الأسماء، هذه الأسماء على حضراتكم. نداء الثاني، نداء الثاني، ولم يتبقى سوى كيلوين، لم يتبقى سوى كيلوين عن خط النهاية وعن الناموس، عن النهاية وعن الناموس، ولا زالت اللي تحتل المركز الأول. يا سلام، ما شاء الله عليها، ما شاء الله على مخيفة اللي في المركز الأول على الصدارة، شعار الوهيبي، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي تتصدر وتنطلق في المركز الأول. من أبناء السلطنة في المركز الأول، المركز الثاني، يا سلام، اجتماع أخوي خليجي، اجتماع شعارات خليجية حاضرة من السعودية، من الإمارات، من السلطنة، من الكويت، من جميع مناطق أو دول الخليج. لا ننسى أبناء الشحانية المشاركين في هذا المهرجان، لهم بصمة، لهم بصمة أبناء الشحانية، سجلوا العديد من النقاط في هذا، في هذا المهرجان الغالي اللي حرصوا للمشاركة فيه، مهرجان الأمير الوالد، هذا المهرجان الغالي على قلوبنا كخليجيين. يا سلام، هذه مخيفة لا زالت في القيادة وفي صدى، ترقب من الوهيبي، ترقب للأسماء، هذه مخيفة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الأول، تدخل في هذه اللحظة للعنود اللي تدخلت من العمق وتغلغلت لتنتقل إلى المركز الثاني، أحمد بن علي بن سالم بن علي الكتبي على المركز الثاني، وهذه شقرة بالمركز الثالث، سعد بن محمد بن علي آل فهيده المري، والمركز الرابع براقة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، ولا زالت تحافظ على المركز الخامس في ترقب وموقعها ممتاز على المركز الخامس، الدوحة سعود بن صالح بن حمد القمراء النابت على المركز الخامس. أختم النداء عندها، أختم النداء عندها، وأعود إلى اللي في هذه اللحظة تتصدر لوحة واحد، اللوحة المهمة، اللوحة المهمة يا الكريبي، هذه، هذه لوحة واحد مخيفة على المركز الأول، مود بن محمد بن سالم الوهيبي مع تقدمها وانطلاق مخيفة على المركز الأول، تحرك الشعار الرفادة على المركز الثاني، شقرة سعد بن محمد بن علي الفهيدة المري وصعب المضمرين يتحرك شعاره على المركز الثالث. يا سلام، يترقب، يترقب محمد بن سلطان بن مرخان، شوفوا، شوفوا يترقب الموقع، يترقب، يحلل الشوط في هذا الموقف عند لوحة 600، ولكن الموقف خطير يا بن مرخان، براقة على المركز الثالث، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي المركز الرابع، تقدم العنود أحمد بن علي بن سالم الكتبي، وخامسا أعلن ختام النداء عند نشوة سهيل بن محمد بن مبارك بن علي العامري، وهذه اللي احتلت المركز الأول، احتلت المركز الأول، أبناء السعودية، أبناء السعودية في المركز الأول، أبناء المملكة مع شقرة سعد بن محمد بن علي آل فهيدة المري، وصعب المضمرين خطير، هذا هو صعب المضمرين ينطلق مع انطلاق براقة على المركز الثاني، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، قلت لكم، قلت يحلل الشوط بن مرخان، يتابع، يا يتحكم بمجريات الشوط بتقدمي، بتقدمي براقة، تهانينا، تهانينا لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان، وتهنئة إلى مرغم، تهانينا والناموس على انتصار براقة بالمركز الأول، لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، شقرة احتلت المركز الثاني، سعد بن محمد بن علي آل فهيده المري المركز الثالث، العنود أحمد بن علي بن سالم بن علي الكتبي المركز الرابع، المركز الرابع مخيفة حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، وخامسا احتلته نشوة سهيل بن محمد بن مبارك بن علي العامري. تهانينا والناموس أيها الإخوة المتابعون لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي على فوز براقة بالمركز الأول، لحظة وصولها إلى خط النهاية، توقيتها الزمني 9:34، جزئين من الثانية، تهانينا والناموس لصعب المضمرين. المركز الثاني شقرة لسعد بن محمد بن علي آل فهيدة المري، التوقيت الزمني لحظة وصول شقرة إلى خط النهاية 9:34،
72 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لسعد. المركز الثالث العنود، أحمد بن علي بن سالم بن علي الكتبي. توقيت الزمن إلى حظ وصول العنود إلى خط النهاية 9 دقائق 36 ثانية، 60 جزءا من الثانية.